هذا المثال. إذن هذا inclined conveyor belt. طيب نطلع هذا الانكلاين كونفير بيلت. عندي هلا هون الدرايف حطيته فوق مش تحت. عندي هاي هون سكورل كيج اندكشن موتور هاي سبيد شافت جير بوكس لو سبيد شافت. هاي الدرايفنج بولي والراديوس عندي هون 5 يساوي 2 متر. وهاي اللي هي الدرايفنج بولي. بعدين عندنا هون انكلاين والانكلاين زاويته 15 درجة. 15 منطقي أكثر من 30، 30 الصحيح زاوية كبيرة. هاي عندي هون هاي الراديوس تبعها نفس الراديوس هذاك ففاي 2 كمان بتساوي 2 متر. هاي عندنا هدول التو بوليز. هذا البلت هون ام بي والوزن تبع البلت هلا بنشوف قديش. وعندي هون ام ال اللود اللي عمالي برفع منها. واحنا ماخذين هلا هون سكويرل كيج اندكشن موتور له بي بتساوي 2 اللي هي وحدتها هولز بير فيز. وبعدين اللينير ابورد اكسلريشن اوف ذا ماس ريكوايرد اللي هي قيمتها 2 متر بير سكند سكوير. احنا هون معطينا اياها يعني مش احنا عملنا سبيد تايم بروفايلنج. اي ريكوارد بتساوي 2 متر بير سكند سكوير هذه معطاه بالحاله هاي. وايش الريكوارد تورك؟ السؤال هون بيسال ايش الريكوارد تورك. بعدين عندنا الفولوينج فاليوز. هلا عندي الماس تبع اللود بيساوي 100 جرام 100 كيلوغرام. الماس تبع البلت 20 كيلوغرام. طبعا هذه 20 كيلوغرام موزعة في كل البلت والبلت له ثيكنس معينة. ثيتا هون ثيتا بتساوي 15 درجة تو ذا هوريزونتال 15 ديجري تو ذا هوريزونتال. الدايمتر تبع البوليز هذول 2 متر و2 متر حطيناه. الانيرشا تبعت ايتش بولي 10 كيلوغرام. اذا اي شيف تو 10 كيلوغرام متر سكوير. نفس الشيء هون اتش اي شيف 10 كيلوغرام متر سكوير. فهذه بالنسبه للشيف الاولى والشيف الثانيه. الانيرشا تبع الفريكونسي تبعت السبلاي اف 50 هرتز. وعندي بعدين عدد البولز بير فيز. الريتد سليب ريتد سليب بيساوي 5% اللي هو ذا سليب ات ويتش وي ديليفر ذا ريتد تورك. الجير بوكس ريدكشن ريشو 1:40. بعدين جي رح نعتبرها 9.81 متر بير سكند سكوير. والافشنسي اوف ذا جير بوكس هلا ضمنيا هون مفهومه انها الفورورد 75%. اوكي اذا هي المطلوب. هلا ما حكاش شيء هو عن السبيد تايم بروفايلنج ولا حكى خلينا اشوف المسافه. هلا المسافه في عندي كيس 1 ناخذ كيس 1. هلا كيس 1 المطلوب بكيس 1 تي بتساوي 3.5 سكندز ودي تطلع معنا دي 6.125 متر. طبعا هي المفروض السؤال يمكن معكوس غريب انه احنا نبدا بالاكسلريشن. المفروض هدول يبدوا يكونوا اليوزر ريكوايرمنتس بس انا حاسب الكيس هاي. فالكيس هاي لو جينا رسمناها راح تكون عندي بهذا الشكل. خلينا نطلع هون على سبيد تايم بروفايلنج تبع هاي. هذه هون في اوف تي ولو جينا الان اخذنا 3.5 هذه عندي هون 3.5 سكندز. هلا احنا اللي معطينا اياه عارفينه هو 2 متر بير سكند سكوير. فاحنا بنقول هاي هون 2 متر بير سكند سكوير. نقدر نطلع في مظبوط. انا عندي انا الزمن فالزمن هذه صارت 1.75 سكندز نص المسافه من هون. فصارت عندي A بتساوي دلتا V على دلتا T بس A بتساوي
2 فبتصير عندي دلتا في اللي بدنا نحسبها اللي هي في ماكس على دلتا تي اللي هي 1.75 فبتصير عندي في ماكس بتساوي 2 في 1.75 بتصير 3.5 متر بير سكند الى حد ما هي سرعه عاليه طبعا 3.1 هلا 3.5 متر بير سكند امتى ايش بده يقابلها بالنسبه للمحرك توب سبيد مش هيك الريتد سبيد خلينا نحسب الريتد سبيد تبعت المحرك نحسب اول شيء N-Sync شو بتساوي 120 في 2 على 50 مظبوط 120 في عفوا في 50 على 2 فبصير عندي 3000 RPM نحسب ال NA-Sync ال NA-Sync شو بتساوي 3000 في 1 ناقص قديش كان السليب 5% بتصير هذه ماينس 0.05 يعني بدي اضرب 95 في 3000 2850 مظبوط ار بي ام وهلا اوميجا اي سينك بيساوي 2850 على 60 2 باي قديش بتطلع ايش 2850 على 60 2000 عفوا انا هون في غلطه غلطه بالهذا هذا عدد البيرز اوف بولز فهذه المفروض تكون 4 فهذه بتصير هون 4 فهاي بتصير هون 1500 ار بي ام وهاي بتصير 1500 ار بي ام هاي بتصير 1425 وهاي بتطلع معنا تقريبا 140 149.2 1425 على 60 ضرب 2 مظبوط تطلع 149 تطلع 149.2 رادس بير سكند هلا بدنا نشوف السرعة الخطية هاي هل بتتناسب مع السرعة هاي 3.5 فعندي بدي احول اول اشي من اوميجا حتى اطلع عندي هاي اوميجا اللي هون وبدي اطلع الحركة الخطية اللي هون هلا اذا عندي اوميجا هاي سبيد شافت بقدر اطلع اوميجا لو سبيد شافت فعندي اوميجا هاي سبيد شافت بتساوي 149.2 رادس بير سكند اذا اوميجا لو سبيد شافت بتساوي 149.2 قديش كانت الجير وقت ريدكشن ريشيو؟ 40 فهذا بيطلع الرقم تقريبا 3.73 هذه رادز بير سكند فبتصير عندي هلا في ماكس بدها تساوي قديش عندي هون الراديوس 1 فبتطلع هاي تقريبا 3.73 متر بير سكند احنا اللي بدنا اياه هو 3.5 مش هيك فبضرب استعمال فيربل سبيد درايف اني انزل السرعه شوي حتى يضبط معي هدول كلهم على فكره راح يستخدموا فيربل سبيد درايف